بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسالة يرسلها أبو جهل عليه لعائن الله إلى رسول الله صلى الله عليه واله في المدينة وهذه الرسالة وإجابة رسول الله محور البحث في يمكن هذين الليلتين إن شاء الله هناك بعض المحاور في هذه الرسالة ولكن نبدأ من هذا المحور اللي قد يكون من اهم المحاور وهو ان الشيطان له طرق للتاثير على الناس من طرق تاثيره على الناس، طبعا هو يجري في الانسان مجرى الدم في العروق في روايه عن الامام الباقر عليه افضل الصلاه وازكى السلام ان الشياطين تلتفت حول المؤمن كما تلتفت الحشرات بتعبيرات مختلفه حول قطعه من اللحم قطعه من اللحم وهم الشيطان اغواء البشر هذا همه الاساسي كما هو واضح ولكن له طرق من طرقه طبعا هو اقسم فبعزتك لاغوينهم اجمعين إلا عبادك فلأغوينهم اجمعين الا مجموعه اللي هذول الذين يرتبطون بالله عز وجل فله طرق من طرقه الوحي ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم وحي يتراءى للمتلقي انه نزل عليه الوحي ويتصور انه من السماء انه من الله عز وجل وهو وحي شيطاني وهذا نفصل فيه بمقدار ومن الطرق الأخرى المأنوسات الذهنية يعني قد يتبادر إلى ذهن الإنسان المنحرف أمور هذه لكونها مأنوسات في ذهنه هكذا أو طريق آخر تخيلات أو أوهام المأنوسات الذهنية شوفوا إذا واحد مثلا في عالم الرؤيا اذا في مشغول بقضيه قد تتراءى له تلك القضيه في عالم الرؤيا وهذا شيء طبيعي يقال ان هذا دجال البصره احدى طرق صيده لضعاف العقول والايمان انه تفكر في تلك الليله ستروني في عالم الرؤيا في عالم الرؤيا انا اجيكم او واحد شخص كبير مهيب شخصيه دينيه تاتي اليكم وتقول بانكم اتبعوا فلانا فهذا اللي من الصبح لليل هتشباله ويمكن هالليله اشوف في عالم الرؤية قد يتراءى له هذا الانس الذهني يسببه الرؤيا في في عالم المنام او الاوهام والتخيلات مثلا ابن عربي يقول بانه يرى الشيعة في شهر رجب بصورة بعض الحيوانات هسه شلون هذه الرؤية رؤية شيطانية لأن الشيطان الشيطان أوحى إليه أو هذه رؤية لأنه هكذا يتخيل ويتخيل إذا شخص قال لك في الظلام هناك مثلا حيوان مفترس فأنت أي شيء اللي يتحرك تتصور نفس الحيوان المفترس لأن ذهنك يتقبل هذه الفكرة الآن، وطبيعة البشر أنه ينمي في نفسه حالة الأوهام والتخيلات الموجودة. فلكل بحث مفصل الأوهام، الاستناسات الذهنية هذا إلى بحث مفصل ليس في محله. والأوهام والتخيلات أيضا تؤثر. إلا أن الكلام الآن في الوحي الشيطاني. هنا ابو جهل رسول الله صلى الله عليه واله يقول هذا مما القاه الشيطان ما كتبته لي بانك ستنتصر في حرب ومثلا تدمر الاسلام والمسلمين هذا كله شيء شيء القاه الشيطان في خيالك هسه هذا الالقاء قلنا على انحاء الوحي الشيطاني حقيقه يمكن بعض الافراد عندما يصلون الى مرتبه من العلم حتى مرتبه من التقوى أن يتراءى لهم الشيطان ويؤثر عليهم عبر تلك الرؤية. يمكن في بادئ بدء الشيطان يأمرهم بالمعروف أصلا. يعني هذا يتراءى أنه يسمع صوتا. هذا الصوت هم يأتيه من فوق أو من أي مكان. ويأمره بالخير، يأمره بإقامة صلاة الليل، يأمره بمساعدة الفقراء. لينمي فيه حالة الكبر. والعجب إذا أنا رجل كبير أستمع إلى وحي الله أو وحي من من هو مرسل من قبل الله وهكذا يسبب فتح طريقة ويتبعه جماعة أيضا في روايات لا إشارة إلى هذه القضية لاحظوا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول في الكافي اللي من اصح الكتب في المجلد الاول صفحه 253 يزور من بعثه الله عز وجل للشقاء على اهل الضلاله من اجناد الشياطين وارواحهم اكثر مما يزور خليفه الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكه الملائكه ياتون الى خليفه الله إلى خليفة الله عز وجل ويزورونه أجناد الشياطين يأتون إلى قطب الضلالة في الدنيا هسه أي واحد يكون قطب الضلالة في العقائد قطب الضلالة في تأسيس مذهب جديد مثلا يأتونه أكثر مما يأتي الرجل الصالح المؤمن اللي هو قطب الهدى من الملائكة إنه ليس من يوم وليلة إلا وجميع الجن والشياطين تزور ائمه الضلاله جميع الجن لكل جن وكل كل شيطان اثر فكلهم ان اجتمعوا معا شلون يكون اثر كبير يزورون ائمه الضلاله ويزوروا امام الهدى عددهم من الملائكه حتى اذا اتت ليله القدر في شهر رمضان خلق الله او قيض الله من الشياطين بعددهم بعدد الملائكه ثم زاروا ولي الضلاله فاتوه بالافكه والكذبه حتى لعله يصبح فيقول رايت كذا وكذا عندما يصبح يقول في عالم الرؤية او في عالم المشاهده انا رأيت كما رأى ابن عربي وطبعا ادعى النبوه ايضا يشوف يشوف بالعين ويمكن حقيقه يتصور انه هذا طريق الله عز وجل يمكن هو يعني بعد استحوذ عليهم الشيطان في روايه اخرى بل قد يرى الانسان انه ارتفع الى العرش يشوف أن صعدت إلى العرش أخذوني إلى العرش كما أن النبي صلى الله عليه وآله في المعراج صعد إلى السماء أنا هم صعدوني إلى السماء أنا هم لي معراجي وهذا أيضا زار من هناك عرش الله وهناك عرش الشيطان كما في هذه الرواية الثانية للشيطان أيضا عرش وخدم وملائكة يعني شياطين وأجنة وحشاء ويأخذون ولي الضلالة إلى ذلك يعني له معراج لولي الضلالة أيضا معراج مو فقط لولي الهدى شوفوا في رواية حفص بن عمرو النخعي يقول كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل جعلت فداك إن أبا منصور حدثني أنه رفع إلى ربه رفع إلى ربه إلى معراج وتمسح على راسه يعني ربه تمسح على راسه وقال له بالفارسيه اي بسعر يعني يا ولدي هكذا هسه دا يكذب الامام ما يقول انه كاذب يقول لا لا بالفعل بس هو الخطا اللي ارتكبه انه هذا تصور انه عرش الله مع انه عرش ابليس فقال الامام سلام الله عليه الصادق حدثني ابي عن ابائه عن الرسول صلى الله عليه واله قال ان ابليس اتخذ عرشا فيما بين السماء والارض واتخذ زبانيه مجموعه كعدد الملائكه اجد ملائكه الله طبعا في روايه اكو انه ابليس مما اشترطه على الله بعد ان طرده من رحمته اشترط على الله انه انا هالفتره اللي قدمت خدمات لك يعني عبدتك اريد الجزاء الاخر اخو ما عندي جزاء فبالدنيا صفي الجزاء فتعطي لابن ادم طفل تعطي الي طفلين يصير لهم مولود يكون لي مولودين بس هنا في هذه الروايه بعدد الملائكه والملائكه حقيقه عددهم شيء رهيب يعني لا يمكن ان يحصى طبعا وفي روايات مختلفه وفي نهج البلاغه امير المؤمنين يشير الى بعض الملائكه اللي هم اكبر من يمكن كل هذه المجرة بل كل العالم يكون على لسانهم كنقطة كما في رواية نهج البلاغة كما في هذه الرواية واتخذ زبانية كعدد الملائكة فإذا دعا رجلا يدعو زيد من الناس والعياذ بالله فأجابه امتثل له استجاب للشيطان وطأ عقبه وتخطت إليه الأقدام ترا تراء له إبليس يشوف إبليس هو هذا الذي استجاب دعوة إبليس ورفع إليه يرفع ويرفع بالفعل يرفع وأن أبا منصور كان رسول إبليس منصور لعن الله أبا منصور لعن الله أبا منصور لعن الله أبا منصور شوفوا يمكن أن يتراءى الشيطان للإنسان ويتصور هو أنه ربه يتصور هكذا يتصور كثير في التاريخ ممن ادعوا النبوة وكانوا يدعون النزول الوحي عليهم فيمكن أن يكذبهم الإنسان يقول هذا كاذب دعوة حتى يجمع ويمكن أن يتصور أنه صادق بما أنه ذهب في ذهب في المحرمات واخذت المحرمات منه ماخذ كبير وعظيم فخلص وصل الى تلك المرحله اللي يكون رسول ابليس في الارض وهو يتصور انه رسول الله حقيقه يمكن يتصور الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ظل هو يتصور انه طيب دا يسوي عمله طيب فعله صالح والعياذ بالله اكو في روايه ان الارض الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لك هميل في روايه مفصله لطيفه ان الارض جزء من الروايه ان الارض مملوه من فخاخهم فلن ينجو الا من تشبث بنا من يتشبث بالائمه المعصومين هو الناجي والا من لم يتشبث هذا قطعا يقع في فخ من فخاخهم في الايه المباركه الشيطان سول لهم واملى لهم وسابقا في بعض البحوث ذكرنا قضية يونس بن ضبيان اللي يقول كنت أطوف حول الكعبة فإذا فوق رأسي من يناديني يا يونس إني أنا الله رب العالمين يقول رفعت رأسي فإذا هو جبرائيل فإذا هو جبرائيل أنه جبرائيل يعني كأنما نزل الوحي علي فالإمام لم يكذب ما قال كذبه يونس، قال هذا من فعل الشيطان. والله كان هو ابليس. فابليس عند الكعبه ياتي ويريد ان يجر هذا يونس ابن ظبيان الى الانحراف. فاذا غير المانوسات الذهنيه وغير الاوهام والتخيلات قد تكون قضايا حقيقيه يتراءى للرجل المنحرف اللي تمادى في غيه وفي ضلاله وفي انحرافاته وهذا ما يسببه مزيدا من الانحراف ويمكن قد يؤسس فرقه جديده مذهب جديد طريقه جديده يعني مو معلوم هذا الدجال البصري يمكن يكون كاذب في انه مرتبط اي مرتبط ولكن بمن مرتبط بابليس وجلاوزته مرتبط لذلك الى ايضا بعض القضايا اللي قد يؤثر على عوام الناس هذه هي النقطه الاولى اللي تحتاج يعني الانسان ايضا يجب ان يحتاط جدا لانه في روايه انه الكبر قد العجب قد ياخذ بالانسان الى الانحراف يعني واحد يشوف نفسه طيب دائم الالتزام بزيارة المولى سلام الله عليه ودائم صلاة الليل كذا بس العجب مثل التي انتي التي انتي يمكن في البيت عظيم ولكن عند الأساس كيلو خمس كيلوات عشر كيلوات من تي ان كل هذا البيت يهدمه يمكن واحد سبعين سنة تعبان على نفسه وفي لحظة عجب ينحرف يأخذه العجب وينحرف ويكون عبدا للشيطان والعياذ بالله هذا يحتاج إلى الإنسان أنه بعد التوسل بعد التوكل على الله والتوسل بالآمن من هو يحتاط في كل مواقفه ومراجعة نفسه وليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم أو كل ليلة كما في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. طبعا هناك نقاط أخرى في هذه الرواية يمكن نذكر بعض مباحثها عند التطبيق لاحظوا الرواية رسالة لأبي جهل إلى رسول الله يعني من أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة والجواب عنها بالرواية عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام وهي الرسالة شنو الرسالة؟ تهديد رسول الله أنه راح نجيك ونفعل ما نفعل وهي أنه قال يا محمد الله على إن الخيوط التي في رأسك يعني أفكارك خططك اللي على رأيه المضطربة المنحرفة مثلاً ان الخيوط التي في راسك وهذا تشبيه معقول بالمحسوس هي التي ضيقت عليك يعني مثل السلاسل شلون السلاسل تقيد الانسان فكانما هذه الخيوط يعني هذه اوهامك هذه تصوراتك هذه خططك هي التي قيدتك وسببت ان تخرج من مدينتك من مسقط راسك مكه يعني هي التي في راسك التي في راسك هي التي ضيقت عليك مكه ورمت بك إلى يثرب وإنها لا تزال بك تنفرك وتحثك على ما يفسدك ويتلفك إلى أن تفسدها على أهلها يقول لا زالت هذه المؤامرات اللي تحملها على تعبيره وهذه الخطط هي التي تنفرك يعني تسبب الميل عنك توجب الميل عنك وتحثك على ما يفسدك ايضا هي نفس الخطوط يعني عندك اراء نفس الاراء تسبب الفساد انه خرجت من مسقط راسك ولا تزال تبقى على الفساد ويتلفك يعني يوجب يعني هذه الخيوط توجب هلاكك ويتلفك الى ان تفسدها على اهلها يعني تفسد يثرب على اهلها وتصليهم حر نار جهنم يعني تلقيهم في حر نار جهنم البعض يذكرون وفي الجواهر موجود أن الصلاة من الصلاة صلاة إذا واحد فدعود يسخن بالنار يلين الحديد بالنار يقول صلاة فالصلاة بما أنها توجب تليين القلب هذا الخضوع والخشوع فمن هذا الباب سميت هذه الاركان بالصلاه لانها توجب تليين القلب احدى يعني المعاني اللغويه للصلاه فالبعض قالوا بانها ماخوذه يعني الاركان الصلاه اليوميه او الصلوات الموجوده الواجبه ماخوذه من الصلاه وتصليهم يعني تلقيهم حر نار جهنم تسبب تسخنهم في حر نار جهنم ما يقصد جهنم الاخر يعني جهنم الدنيا كيف وتعديك طورك يعني هذه الخطوط التي في راسك وتعديك طورك يعني خرجت عن طورك يعني عن حدودك تعديت الحدود المرسومه لك هذا يسبب البلاء لك ولاهل يثرب وما أرى ذلك إلا وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد كل قريش في مكة يجتمعون ويهجمون عليك هجمة قوية لقصد إثارك ودفع ضرك وبلائك يردون كل آثارك وما يرتبط بك أن ينهون على هذه الأمور ودفع ضرك وبلائك، المضره والبلاء اللي عندك. فتلقاهم انت شنو ما تقعد في مكه وما قاعد راحه على تعبيره طبعا تعبير المجازي صلى الله عليه واله فهناك هم طبعا تجي تحاربنا بمن؟ تحاربنا بمن امن بك من ضعاف العقول براي ابو جهل لعنه الله. وتحاربنا بمن؟ غير المسلمين الذين يرون وجودهم بوجودك غير المسلمين يرون وجودهم بوجودك لأنه إحنا لو نهجم بعد ما نفرق بين الأخضر واليابس أي واحد موجود في يثرب يهود نصارى مش أي واحد اللي موجود فهذول هم يدافعون عنك إنما لإبقاء أراضيهم فهذا هدفهم إحنا هم ما نرحم نأتي وهي طبعا نقطة مهمة أنه كثير من الظالمين تشوف يوحون الى اعوانهم ان وجودكم بوجودنا اللي الان تبدا تحصلوه من نعمه من معيشه لوجودنا فهذول يجب عليهم ليحافظوا على مكتسباتهم ان يؤيدوا الظالم ويصفقوا للظالم وهذا الحزب الظالم يتمسك به ليش؟ لان الحزب لو راح احنا بننتفي احنا منتفعين من الحزب فهذه طريقه الظالمين بالاموال يشترون ضمائر الكثير فهذا يشوف بعد المال ارتبطت بفلان فاضحي حتى من اجله فتلقاهم بسفهائك المغترين بك ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك اللي كافر يبغضك ولكن يساعدك كيف؟ فيلجئه الى مساعدتك ومظافرتك يعني تأييدك تأييده لك. خوفه لأن لا يهلك بهلاكك ويعطب عياله بعطبك، العطب يعني الهلاك نفس الشيء الفساد، حتى لا يهلكون اهله وبالنتيجه ما يملكه هنا. ويفتقر هو ومن يليه بفقرك وبفقر شيعتك يعني اتباعك. اذ يعتقدون ان اعدائك اذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من والاك وعاداك. هذه عقيدتهم وبالفعل هذه العقيدة أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها خلاص إحنا هم ندخل على هذه الطريقة واصطلموهم يعني استأصلوهم باصطلامهم لك يعني عندما تستأصل الباقين هم يستأصلون وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبية والناهب كما يأتون على أموالك وعيالك نفس يعني النتيجة واحدة العاقبة كلكم في سلة واحدة وقد أعذر من أنذر يعني المنذر معذور ما دام أنذر فأنا هم أنذر وبالغ من أوضح أمر بالغ يعني نافذ يعني أنا وضحت بالخطوط العريضة بينت الأمور كلها فبعد العتب على من اتبعك والعتب شنو هو هدفه طبعا شايف رسول الله صلى الله عليه واله خارج المدينه هو هذا كان قايل للرسول لرسوله ابو جهل انه اذا اذا الرسول اجتمع بشيعته واذا المخالفين هم موجودين يعني في موقف في مجمع انت اقرا رسالتي حتى ياخذهم الخوف ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه واله بالنتيجه مشركي قريش كان لهم صوله وجوله واقوياء واشداء أقلا في الحجاز. واديت هذه الرساله الى محمد صلى الله عليه واله وهو خار وهو بظاهر المدينه يعني خارج المدينه في ظهر المدينه. بحضره كافه اصحابه، كان اجتماع كبير كانما هذا الرسول هناك اجوا قرا رساله ابي جهل. وعامه الكفار، كل الكفار موجودين. من يهود بني إسرائيل وغيرهم وهكذا أمر الرسول ليجبن المؤمنين يعني أمر الرسول يعني أمره أبو جهل أمر الرسول حتى شنو حتى يخوف المؤمنين مو الرسالة يطيها لرسول الله شخصيا حتى يتفرقون عن المسلمين ويغري بالوثوب عليه سائر من هنالك من الكافرين أو هناك من الكافرين ولما يقرا الرساله في مكان عام فالكفار يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقومون ضده، يثبون يقفزون على, على رسالته يخرجون عن طاعته فقال رسول الله صلى الله عليه واله للرسول قد اطريت مقالتك، يعني اتممت كلامك اطراء فعل رباعي يعني بالغ في بيان الرساله، انت وضحت قصدك <تكسدك> واستكملت رسالتك الرسالة هم اتممتها؟ قال بلى زين انا بينت كل اللي كنت مبعوثا لاجله. قال صلى الله عليه واله فاسمع الجواب ان ابا جهل بالمكاره والعطب يتهددني ابو جهل يهددني؟ زين ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني طبعا واحد ما لازم يخاف من مثل تهديد ابي جهل طبعا هنا في النقطة مهمة جدا الوثوق بالله عز وجل المشكلة الكثير الكثير اللي يعتقد بالله لا يثق بالله حقيقة فذو واحد كان جاي عند الوالد رحمه الله فالوالد شواقه بالزواج قال ما أتزوج لأنه ما عندي فلوس الوالد قال هناك تاجر يضمن أنه يعطيك إذا تزوجت أو عوزت يعني صار لك نقص في الاموال، هذا التاجر يعطيك. قال منو هذا التاجر؟ زين الوالد قال الله. الم يعد الفقراء بانه يغنيهم من فضله؟ فانت تعتمد على تاجر يخلف وعده ما تعتمد على الله عز وجل اللي بيده خزائن السماوات والارض ولا يخلف وعده. شلون يعني المشكله ضعف الوثوق بالله عز وجل. ضعف الوثوق بالائمه الطاهرين. المسلمون شوية تقدموا لأنهم وثقوا برسول الله أيش الرسول قال تقريبا يعني أي شيء بالنسبة إلينا عملوا فتقدموا وإحنا أيش شيء الرسول قال تخلف عنه فهذا سبب العطبة والهلاكة للمسلمين وهذه المقاتلة اللي تشوفوها في بلاد المسلمين والضعف والخواء الفكري لأنهم أرادوا أن يتشبثوا بالغربيين وبأفكارهم وشنو تلك الأفكار هي خاوية وما الذي وصل إلى هؤلاء فتات من افكارهم حقيقه زين ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني وخبر الله اصدق طبعا هذا افعل التفضيل المسلوب يعني مو ذاك الصادق هذا اصدق لا هذا الصادق وذاك ليس له من الصدق شيء كله كذب لان الامر واضح بعد نحن بين طريقين اما الرسول يغلب او يغلب فاذا ابو جهل قال انا اغلب الله يقول انت تغلب خلاص فهذا الصادق وذاك الكاذب احنا عندنا افعل التفضيل وعندنا افعل التوصيف وعندنا افعل التعجيب يعني ما اجمله هذا افعل التعجيب تعجب يعني وافعل التوصيف مثل الاحمر هذا ما بي التفضيل وغير التفضيل وكثير من الاحيان حتى على نحو افعل التفضيل ولكن مسلوب التفضيل يعني فقط مبدا الاشتقاق هو المطلوب مو درجات الاشتقاق لذلك قال من قال علي اعلم من فلان فقد كفر ليش؟ لانه مبدا الاشتقاق ما كان في الثاني حتى هذا يكون اعلم بمعنى ان فلان عالم وهذا اعلم كلا نعم اذا اعلم يعني له العلم وذاك لا حظ له من العلم فالكلام تام وخبر الله أصدق والقبول من الله أحق لن يضر محمدا يعني بعد نصرة الله له لن يضره من خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله ويتفضل بجوده وكرمه عليه قل له للرسول الرسول صلى الله عليه وآله يقول لرسول ابي جهل قل له يا ابا جهل انك واصلتني بما القاه في خلدك الشيطان الخلد يعني في نفسك في بالك مو الخلد الخلد يمكن غلط مشهور في خلدك الشيطان يعني من الاوهام القاه في خلدك من التخيلات او يمكن حتى يكون مترائل ابي جهل ذلك الامر انه يدخل وينتصر او ينتهي من قضيه اسمها الرسول صلى الله عليه واله. وانا اجيبك بما القاه في خاطري الرحمن. بعد ذلك رسول الله يبدا بالهجوم والتهديد لابي جهل وتقويه معنويات جماعته. هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين.